هلا شلونكم؟ راح بيكم من جديد بسوالف هن. سؤال اليوم يقول شنو اكثر كلمه تستفزك وشنو اكثر كلمه ترتاح من تسمعها؟ تعالوا شوف اراء الناس بهالموضوع وبعد راجعين حتى نكمل جيجين. شنو اكثر كلمه تستفزك؟ استاذ مني قال لي خلي مويلي مبرده. فين مقلوب واتر بام؟ اكثر كلمه تستفزني كلمه منور. شلون؟ بالفيس. كل ما تطب كاتبي لك منور منورين منور منورين. شنو انا مثلا؟ انت برايك شنو؟ طيني حالي. قلوب؟ والله ما ادري. كلمه تستفزني كلمه ما عندي والماكو. ما عندي ماكو اتخبل منها. يلعي. يلاجي يلاجي على قولتين. ابد مو على طواش. يعني صعب انا يعني استفزازي صعب مو بالمصلحه. يصير شوي خلقه طويل. جيد. اي فالاستفزاز صعب بالنسبه اللي يشتغل بالسوق وبالشارع. بس هاي زينه؟ اي. زين اكثر كلمه ترتاح لها؟ بسيطه. بسيط؟ اي بسيطه دائما العراقيين يستخدموها سهله بسيطه تهون عليك الاشياء، تزغر الامور الصعبات ماكو. من واحد يقول لك بسيطه يهونها، وهي بالحقيقه كلها بسيطه. اكثر كلمه تستفزك؟ والطلب بعيد بنهايه الدنيا تجي بسرعه يقول لك ها ليش تاخرت؟ غير ازدحام شو اسوي اطير؟ يعني هم الطلب مستعجل وهم بعيد وهم حاره وتريد توصل بسرعه وعلى ازدحام يقول لي تاخرت اسوي لك. قول الربطني اكثر كلمه تستفزك. والله هواي مثلا واحد ازدحام، واحد يدق بورك هوري تنزل شو تسوي؟ ذني افعال مو كلمات. نفس الشيء. انت معزوم غير حنا. اكثر كلمه تستفزني من فتح الصبح واحد يعني مثلا ماكو استفتاح او غير ماكو استفتاح تبدا تصير مشاكل بيناتهم وعركات، فهاي احنا نسميها فقريات. فقريات اكثر كلمه تستفزني. اكثر كلمه ترتاح لها؟ اكثر كلمه ارتاح لها من يشوفني واحد يقول اليوم طالع حلو. صدق؟ والله لا طالع حلو حبيبي. وصل. وصلت وياكم لختام سوالف هن. شكرا لكل الناس اللي شاركوني هالفقره. هسه اقول لكم باي باي جيجين. خوش حكي احلى نحكي.